مساء الخير على كل المتابعين، وكل عام أنتم بخير. تالت أيام رمضان الرابع من إبريل 2022، بعمل لكم الإطلالة الجميلة المميزة من أحد أشهر وأكثر الأماكن السياحية والتسويقية شهرة وجمال وإمتاع يعني فخامة وجذب للسائح في مدينة شرم الشيخ، وهو مكان سوهو سكوير. المكان ده عريق جدا وجميل جدا وراقي جدا، بيمتاز بالزينة والإضاءة الجميلة في كل حتة. هو طبعا يعني الوضع دلوقتي مفيش سياحة كتير، لا سيما ان انا جاي بعد الفطار على طول، فمش هتلاقوا كثافة كتيرة يعني. بس يعني انا هحاول يعني ابرز اجمل الاماكن اللي موجودة في او الخطوط العريضة بتاعت سوهو سكوير. زي ما انتم شايفين يعني هو بيغلب عليه طابع الإنارة والزينة الجميلة في كل حتة. بيمتاز إن في حاجة اسمها النافورة الراقصة، في مسرح للعروض المختلفة الفنية، في تماثيل حلوة، في أنيميشنز كتيرة الناس بتتصور معاها، في تماثيل جميلة جدا، في محل مجوهرات وذهب وعاديات، في فنادق توب 5 ستارز. وللعلم هو بيطل، خلينا بس نيجي جنب النور عشان نظهر، هو بيطل على خليج اسمه خليج الكرش، وبيبعد عن خليج نعمة 20 دقيقة تقريبا، وبيبعد عن خليج نبأ حوالي 10 دقايق، وهو موجود ورا المطار الدولي بتاع شرم الشيخ. انا دلوقتي في سوهو سكوير برضو، انا هحاول ان انا يعني الف بالكاميرا كتير قدر الامكان عشان اجيب يعني الزينة الجميلة اللي موجودة والزراعات اللي موجودة في سوهو سكوير. طبعا برضو المنطقة بتمتاز ان فيها فنادق 5 ستارز، توب 5 ستارز، جميلة جدا حقيقة. الانارة جميلة، خلينا نعترف بده، ولازم اقرره لكم ولازم تشوفوا معايا. الانارة الصفرة دي يمكن هي على الطبيعة حتى زهرة اكتر او احلى ما هي زهرة في الكاميرا. بيتعمل فيه برضه عروض فنية حلوة قوي. سوهو سكوير بيمتاز ان فيه ميني ماركتس او اسواق صغيرة كده، برضه بتبيع حاجات يعني عطارة وانتيكوتيز كده وحاجات هاند ميد جميلة. بيمتاز انه فيه بنوك، اي تي ام ماشين، محلات بتقدم خدمات سياحية، طبعا الفنادق الجميلة، وطبعا حركة الاتوبيسات برضو موجودة. هحاول برضو يعني اقول يعني لكم الوضع على اعتبار انه يعني في سياح بيجوا. يعني حقيقة سوهو سكوير منطقة جميلة جدا، وفي فترة ازدحام المكان بالسائحين في المواسم السياحية الشهيرة، يعني انت بتلاقي جو جميل جدا جدا جدا، وجو رائع، جو فيه متعة وجو فيه بهجة، لان بيبقى فيه اكتيفيتيز فنية كتيرة بتتعمل هنا، بتبقى فيه اكتيفيتيز سياحية كتيرة بتتعمل هنا، في مسرح بيقدم عروض كتيرة، في سينما برضو بتقدم عروض جميلة جدا، بجانب بقى الحاجات الجميلة زي النافورة الراقصة. يعني هحاول ان شاء الله بس تكون شغالة، وفي اماكن كتير معمولة بغرض انها يعني تجذب السائح لالتقاط الصور التذكارية، وطبعا لتجميل المكان. ما نقولش كده، خلينا بس نبطئ شوية عشان في حد بيتصور، عشان ما نغتتش عليه. يعني شوفوا بقى الجمال اللي احنا داخلين فيه ده، شوفوا. برضو في كيدس اريا كتيرة، هحاول برضو ان انا اروح اصورها. جميلة اوي حتة الكيدس اريا دي، يعني المخطط الترفيهي او التسويقي، يعني لما بيخطط لمكان بغرض الجذب في مول تجاري، في حديقة، في مكان سياحي زي اللي احنا فيه، ويعمل كيدس اريا، ملاهي كده للأطفال والعيال تلعب فيها، فأعتقد ده بيبقى حاجة جميلة جدا. خليني بس أقلب الكاميرا عشان تحاولوا تشوفوها، هي ورايا كده.
حاول برضه اروح لها شويه. يعني حياه جميله، تبقى جميل، حتى شايفين يعني الاطفال وهم داخلينها يقبلوا عليها. شوفوا حياه حاجه جميله. اهي منطقه الالعاب اللي ورايا دي العاب مختلفه، الاطفال بتقبل عليها، يعني بتبقى سعاده حلوه. ان مثلا ايه اماكن الكبار بيروحوها بغرض التسوق مثلا، او بغرض شراء اي حاجه، او بغرض الاستمتاع بالجو والتنزه، ويكون مكان للاطفال زي ما احنا شايفين. شايفين الجمال والولد راكب فوق الحصان ازاي ويلف، يعني حاجه حلوه جدا جدا جدا. سوهو سكوير حقيقي جميل، وكمان يعني سوهو سكوير هو بيعكس جمال التخطيط، يعني في فكر، في فكر، في فكر وفكر خصب، يعني فكر وفكر خصب. شوفوا حتى اللعبة الحلوة اللي ورايا دي، اللي هي العربيات دي، بتبقى برضه جميلة ظريفة قوي. يعني بيبقى في فكر خصب اللي هو، والسينما اللي هي الناين دي، دي برضه بتعرض حاجات حلوة، حاول برضه اجيبها ورايا كده، اللي هي المنورة دي الناين دي. يعني خلينا بس نقفل الكاميرا عشان داخلين على اكس راي ماشين، بعد كده نفتحها تاني. شكرا. يعني انا اوقفت التسجيل عشان كنت داخل على اكس راي ماشين. شوفوا الجمال، التماثيل الجميلة، شوفوا حتى انا احاول اقعد وسطها. يعني هو بتبقى معمولة حاجات بغرض الاستمتاع، ان اللي سايح يقعد وياخد صور جميلة زي ما احنا شايفين. شوفوا السانيس دي ولا القرود دي، برضو مجموعة حيوانات تانية، حاول برضو اجيبها بالصورة كده عشان تيجي مرة واحدة. شوفوا كل الحيوانات، التماثيل اللي ورايا دي كلها حيوانات برضو بغرض انك انت بتصور. وطبعا في مجموعة من المحال الجميلة. شوفوا حي سو سكوير جميل جميل. شوفوا التماثيل، الناس تيجي كده، مش عارف كانت هتيجي ولا لا. يعني التماثيل اللي ورايا دي كلها، شايفين كل التماثيل الجميلة دي، ما هي إلا تماثيل جميلة بغرض التصوير والإمتاع. شوفوا برضو المحلات الجميلة، كل المحلات الجميلة الرائعة اللي خلفي دي، بجانب طبعا سلسلة من المطاعم الجميلة. شوفوا يعني سوهو سكوير حقيقي هو مكان نموذجي للسائح لقضاء وقت ممتع، هيلاقي فيه كل الاحتياجات. معلش رجوعا، انا زي ما قلت لكم ان انا بطلت تصوير عشان كنت داخل على اكس راي ماشين. نصيحتي يا جماعه لاي يوتيوبر او اي حد بيصور، يعني تجنب ان انت تصور اي حاجه فيها امن او كده، لان ده يعني مش مرحب فيه. وحتى يعني لو لقيت مثلا مكان بيغلب عليه الامن، يا ريت تستاذن لما تصور، قول لهم مسموح ولا لا، يعني عشان ما تحطش نفسك في مشاكل. ببساطة شديدة يا جماعة، أنا عايز أصور، مسموح ولا لأ؟ مسموح صور، مش مسموح ما تصورش، خلاص. موضوع بسيط يعني. شوفوا هنا جمال سوهو سكوير، ده بارتيشنز تاني. شوفوا بقى الحاجات الحلوة دي، خلينا بقى إيه ننتقل عشان ندخل إيه الأماكن الجميلة. هي المفروض دي خليني بس إيه أرجع بظهري عشان يبان جمال اللي انا عايز اخليكم تشوفوه. شوفوا اللي ورايا ده، شوفوا قد ايه جميل هو، بس مش عارف بقى الكاميرا جايباه كويس ولا لا، بس كتل الاماره دي يعني جميله ورائعه وحلوه. يلا نقدم شويه، برضو سلسله بنوك جامده جدا موجودة، يعني على اساس السائح بكل سهولة بيغير العملات بتاعته. ودي بقى ايه يعني محال صغيرة وميني ماركتس كده، حاجات صغيرة حتى فيها كوريدورز وممرات برضه بغرض نفس الغرض. طبعا فوق مش
سكوير، شوفوا الاضاءه الجميله رائعه، يعني حياه حاجه جميله 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 جدا جدا جدا. دي برضو اللي انا بتكلم فيه، ورايا كل دي يعني حاجات محل وميني ماركتس، حاجات كده صغيره فيها برضو مقرات بتاعتين، حاجات حلوه قوي. شوفوا الجمال، يعني حقيقه الاماكن اللي بتكون فيها فخامه وجذب وابهار في الاضاءه في المحال في التماثيل في الحاجات الجميله، بصوا كل الكلام ده بيفرق كتير. شوفوا الزرافه اللي ورايا دي والحاجات دي، طبعا هي تمثال مش حقيقيه، الحاجات الجميله دي ده بيفرق جدا في تصنيف حتى المدينه. دي بقى النافوره الراقصه، خليني بس نصور الكام شجره الحلوه اللي ورايا دي، هحاول ننزل الكاميرا كده برضو عشان نجيب اكبر قدر ممكن من الحاجات. النافوره الراقصه دي بقى ايه، حاجة رائعة جدا تشوفوها، اسمها النافورة الراقصة. بصوا هي المفروض اهي، انا مش هقول لك اهي كده على شمال يعني. بصوا هي الفوية دي اسمها النافورة الراقصة، بتطلع يعني ميه بارتفاعات مختلفة وبأشكال مختلفة مع الإضاءة والموسيقى، يعني حاجة رائعة. سوس طبعا السياح، شوفوا ورايا كل السياح دول بيصوروا. شايفينها جميلة جدا مختلفة.
كده خارج نعمة، بعد كده ان شاء الله لو قدرت اروح السوق القديم. كل سنة وانتم طيبين.